سعادتنا ابراهيم النفيعي، تفضل. شكرا سعادة الرئيس، وأبدي كلامي باللي حطته جريدة الوطن بالأحمر من كم يوم. في الوقت الذي تطور فيه الشقيقة السعودية القطاع السياحي، السياحة في البحرين في سبات عميق. اي والله سبات عميق. لا مدينة العاب، لا برامج سياحية تنافس الدول المجاورة. البحرين أرض خصبة، هي من فتحه من استوت البحرين ولليوم ما يتم الاستقلال. هذه المقومات اللي موجودة في مملكة البحرين، عقب من يومين من حطوا بالأحمر جريدة الوطن، تطلع لنا طيران الخليج تقول انها هي يالسة تسوق سياحيا حق البحرين. شو تسوقون له؟ ش عندكم انتم من مقاومات سياحية اساس تسوقون له؟ مدينة العاب ما عندنا الا عذاري وكنتوا تشوفونها. وين مدينة العاب منافسة؟ موسم الرياض في السعودية روحوا شوفوا ازيد من 10 مليون سايح او زاير زارها. اكسبو في الامارات نفس الشيء. البحرين حتى قرية عالمية ما في. اي مقومات سياحية؟ تو محين مرخصين حق البوانيش اللي طلعون في الشواطئ.